عدة شخصيات تتحدث من شخصية واحدة، وأكثر من صوت ينطلق من حنجرة واحدة. رفيق الأضرع، أحد شباب ذمار وأعجوبة التقليد إلى حد الاقتماس الصوتي بالنبرة والانفعال واللهجة. إبداعه في التقليد منحه شهرة واسعة في محافظة ذمار. شوف الكرة عند الهلال، هجمة مرتدة لسالم، سالم يلعب الكرة لياسر الدوسري، ياسر درس يلعب الكرة لجوميز، جوميز يلعبها. يا إلهي يا إلهي، من أين لك هذا؟ أين تعلمت هذا؟ الـ23 من يناير أغلقت الطائرة تنتن من مطار اليابان، وكان علامتها 23 من الركاب وأربعة من طاقم الطائرة. هجمة مرتدة، جودار راموس، راموس يلعب الكرة، غدار غدار من المكرمة المدرجة الإسبانية، يلعب لوكا مودريتش، لوكا يلعب الكرة فينيسيوس، كتب القيس وأسماء بنت عميس، اليمن منهم اليمنيون، وهم أول من استجابوا إبراهيم إلى الحج. أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة، هذا ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. تفوق رفيق الأضرع في تقليد مشاهير المعلقين لمباريات كرة القدم مثل رؤوف خليفة وحفيظ دراجي، إلى جانب تقليد عدد من مقدمي البرامج الوثائقية، وهو اليوم يقوم بالتعليق على بعض مباريات الدوري المحلي بالمحافظة. كنت أقلد وأنا بيت ألعب، أقلد الأصوات وأنا بيت ألعب الكرة، فتطورت يعني من قبل 3 سنين بدأت التقليد، أو أربع سنين بدأت التقليد الأصوات، قلت سياسيين رياضيين، طورت الموهبة والحمد لله، هذا شيء من فضل ربي. كنت أعلق مباريات في النادي، علقت في نوادي خيرات في ذمر، تعلق بصوت حفيظ ورؤوف أكثر شيء، كان يستمتعوا الجماهير بصوت رؤوف، فأنا استمرت بهم، كنت أعلق مباريات كاملة. معلق رياضي اشتهر في ذمر بكل تعليقاته في الملاعب، في النادي الأحمر، في الاستاد الرياضي، معلق روعة، أفضل معلق في ذمر، مقلد أصوات في ذمر، أي مكان لا يتواجد فيه رفيق أو بقعة فيها رفيق، مكان فيها الضحكة يرسم الضحكة في المكان ويرسم الابتسامة في وجوه الناس، مبدع مبدع بكل ما تسمى معنى الكلمة. التشجيع له كثير في كل المحافظة، الانتقادات قليل ما ينتقدوا، بس لا الدعم والناقصها الدعم والتشجيع، دعم من الدولة. ما نتمنه للشاب الموهوب الأضرعي أن يصقل مهاراته وتتوسع أنواع الأصوات التي يقلدها وشخصياتها، وأن يجد لنفسه مود صوتي مستقل بذاته في عالم التعليق الرياضي.